مروان، يمكن حصولك على كأس أحسن لاعب أكيد ده يعني مش عارف كنت متوقعه ولا يعني أدائك أثناء البطولة؟ يعني ساعات اللاعب يقول لك أنا هاخد أحسن لاعب، لا أنا هاخد الهداف، أنا هاخد كأس. هل أنت كنت متوقع الكأس ده ولا أنت بتلعب وخلاص؟ أنا عامة في حياتي في الفولي أو بره الفولي أنا مش بحط التارجت لنفسي إن هو توصل لنقطة معينة، أنا دايما بعمل اللي عليا على قد ما أقدر وبجتهد وبشتغل مع نفسي، واللي ربنا يعني أنا دايما اللي بيجي لي أي حاجة بتجي لي أو بتحصل لي بحمد ربنا عليها مهما كانت إيه هي، سواء كانت مرضية لي أو مش مرضية دايما بحمد ربنا. بس في البطولة دي يعني أو فيما بعد يعني في اللي جاي انا مركز بس ان انا اكون في التوب او في افضل مكان اللي انا او افضل مستوى اللي انا ممكن اوصل له. موضوع الجاز فرديه من موضوع اي حاجه تانية بحطها على جنب، اهم حاجه بس مكسب الفريق والمكسب لينا بيكملنا كلنا. مش مين مسك الاعلى مروان؟ انا عامه يعني طول من صغري من مثل الاعلى كابتن احمد صلاح طبعا، هو دايما بتفرج على فيديوهاته دايما حتى في التمرين بحاول قد ما اقدر اتعلم. دي اللحظه وانت بتاخد طبعا كاس احسن لاعب في البطولة بتبقى أكيد لحظات حلوة. بص المكسب الفرقة طبعا ده الأساس، تمام، والكؤوس الفردية دي إذا كانت بتبقى يعني كسي في أو كتاريخ ليك، إنما أنا فاهم من كلامك إن أنت يعني أهم حاجة عندك هي الفرقة. طيب أحمد صلاح هو مثلك الأعلى في إيه؟ في إيه يعني؟ هل هو الكارير بتاعه الاحترافه عايز تبقى زيه في إيه؟ طبعا كابتن احمد صلاح يعني الناس كلها مش محتاجه ان انا اتكلم عنه، ده مثل الاعلى انا كمان تمام. يعني بصراحه يعني ما شاء الله عليه والله، عمل كل حاجه ممكن تعمل في الفولي عامه كاحتراف او جائزه فرديه او بطولات او ماتشات، فبصراحه يعني على مدار 20 سنه هو التوب فعلا، ما فيش حد فعلا غير كابتن احمد صلاح. طب انت بتلعب في نفس مركزه، تمام، طيب يعني عندك استعداد مش عيب على فكره، ساعات الاستاذ وتلميذه بيخش في منافسه وكومبيتيشن قلناها كتير، تمام، ان طبعا في الاستاذ وفي التلميذ، انت جاهز للمنافسه دي؟ طبعا جاهز، دايما جاهز. جاهز.